سبب سفر مريبيوتي إلى اليونان وبسن إسماعيل المحسودة شهدوا المزيد من التفاصيل. انتقلت اليوتيوبر نارين بيوتي الابتعاد عن دبي والسفر إلى إحدى جزر اليونان لقضاء عطلتها الصيفية هناك. وأيضا قامت بسن إسماعيل بالأمس بالإعلان على أن آخر فيديوهاتها على اليوتيوب تلقت نجاحا كبيرا بسبب أفكارها المبتكرة والمميزة، وعلقت بسن على إحدى الستوري بخرزة زرقاء، وهذه الخرزة في معتقدات بعض البلدان خصوصا الأتراك أنها تحميهم من العين والحسد. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ واحد جايب 1.5 مليون، ما شاء الله عليكم، عن جد انبسطت كتير انه حبيتوا هذا الفيديو، وان شاء الله يا رب محتواي كله حيصير شيء رح يعجبكم وشيء غريب ما حدا عامله من اليوتيوبرز. انا الوحيدة بس. ننهي فقط الأخبار بكواليس تصوير اليوتيوبر غيث مروان لآخر فيديوهاته، وأيضاً إطلالة جريئة ومميزة لموفلوكس. جماعة سناب كيف أخبارك؟ أنتوا ظالمين لأنكم مفكريني ناسيكم، بس أنا مو ناسيكم. الله كيفكم؟ اليوم عم نصور فيديو لغيث، بس ما فيني لكم شو الفيديو، فما فيني لف الكاميرا، ولكن حبيت اقول I love you, I miss you. I can hear the demons call when they do what they do.